وضمن شبكة مراسلين مشاهدينا الكرام انتقل بكم أولا إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل لتنضم معنا من هناك مراسلتنا سلي العصام وتسلط الضوء على ارتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار في أسواق البورصة وتطورات أخرى. سليل إليك. نعم، بداية واقتصاديا عود سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالارتفاع في أسواق البورصة الرئيسية وكذلك المحلية في جميع أنحاء العراق، حيث وصل سعر البيع إلى 100 أو شراء إلى 143 ألف دينار مقابل أو لكل 100 دولار، والبيع إلى 141 ألف دينار مقابل 100 دولار الأمريكي. أيضا من ناحية يعني الأنباء المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد وصلت إلى مدينة أربيل، فقد نفى مدير عام ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان هذه الأنباء، مؤكدا بأن يعني وزارة الصحة مسيطرة بشكل كبير على الوباء حاليا. عدد حالات الإصابة انخفضت بنسبة 60%. أيضا هنالك يعني تداولات ونقاشات حول وأيضا اجتماعات حول إعادة الدوام في المدارس وإعادة الدراسة في يعني كافة مدارس مدينة أربيل وأيضا جميع أنحاء إقليم كردستان. حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة أربيل وصلت إلى 14 حالة، منخفضة بشكل كبير عن الأيام السابقة. حالات الشفاء فاقتها بشكل كبير لتصل إلى 122 حالة شفاء. حالات الوفيات وصلت إلى حالتي وفاة أيضا خلال 24 ساعة في مدينة أربيل. ايضا يعني المباحثات مستمره حول فيما اذا سيكون هنالك قلق لعدد من المنافذ الحدوديه او يعني المطار الرحلات بوجه عدد من الدول لتجنب انتشار السلاله الجديده من فيروس كورونا في يعني مدينه اربيل وباقي محافظات اقليم كردستان. نعم سليل من أربيل، شكرا جزيلا لك.